بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة البقرة. الدرس الخامس. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. ما زال الكلام على قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، إلى قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فهذه الآية فيها الأمر بعبادة الله عز وجل، وهو أمر لجميع الناس: يا أيها الناس. فبهذا عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، هي دليل على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم، لأنه بعث إلى الناس كافة، كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فإن الأنبياء من قبله، كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وأما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله أرسله إلى الناس كافة. وفرض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، ونسخ بشريعته ما قبله من الشرائع، فلا يسع أحدا على وجه الأرض من سائر الأمم لا يسعه إلا أن يتبع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن لم يتبعه فهو في النار، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو غير أو من غير أهل الكتاب من سائر الأمم. فمن زعم أنه على دين موسى كاليهود، أو أنه على دين عيسى كالنصارى، ولم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهو من أهل النار. قال صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار. فلم يبق بعد بعثته صلى الله عليه وسلم دين آخر إلا دينه صلى الله عليه وسلم. فالذين ينادون الآن بوحدة الأديان وتآخي الأديان والحوار بين الأديان يقولون باطلا، لأنهم يريدوا أن يجعلوا الأديان الأخرى مساوية للإسلام، وأن الناس بالخيار،
كل يبقى على دينه. وهذا باطل، لأنه ليس هناك دين صحيح بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا دين الإسلام الذي جاء به. فمن كان يريد الجنة فليتبع هذا الدين، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. هذا واضح في أنه لا نجاة إلا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ثانيا، يؤخذ من هذه الآية أنواع التوحيد: توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية في قوله تعالى: اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم، هذا هو توحيد الألوهية أو توحيد العبادة، وهذا هو الذي بعث الله به جميع الرسل. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكل رسول يقول لقومه: اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني الشرك، طاغوت الشرك. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. التوحيد الذي دعت إليه الرسل هو توحيد الألوهية، وهو عبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه. هذا هو الذي بعث الله به الرسل. وفيها توحيد الربوبية في قوله: الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. هذا توحيد الربوبية. وهذا يعترف به المشركون ويقرون به: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار، من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. الله جل وعلا أخبر أن المشركين مقرون بتوحيد الربوبية، وأنه لا خالق ولا رازق ولا يحيي ولا يميت ولا يدبر الكون إلا الله سبحانه وتعالى، هم معترفون بهذا. لكن هذا لا يكفي، من أقر بتوحيد الربوبية فقط فإنه ليس بمسلم، لأنه لو كان مسلما لصار المشركون مسلمين لأنهم يعترفون به. والرسل لا تدعو إلى توحيد الربوبية، لأنه تحصيل حاصل، لأن الأمم معترفة به. إنما الخلاف والخصام في توحيد الألوهية، فهم يعترفون أن الرب، أن الله هو الرب وأنه هو الخالق وأنه هو الرازق وأنه يدبر الكون، لكنهم يعبدون معه غيره،
لكنهم يعبدون غيره، فهم يقرون بتوحيد الربوبية ويجحدون توحيد الألوهية. هذا دأب الكفار، حتى المشركون الذين بعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم على هذا المنهج، لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فهم لا يريدون توحيد الألوهية ولا يريدون إفراد الله بالعبادة، وإنما يريدون أن يعبدوا مع الله غيره من الأصنام والأشجار والأحجار هذا الذي يريدونه. فالخلاف إنما هو في توحيد الألوهية بين الرسل وبين الأمم. والله في القرآن إنما يذكر توحيد الربوبية دليلا على توحيد الألوهية، لأنهم يعترفون بتوحيد الربوبية فيلزمهم أن يعترفوا بتوحيد الألوهية. إذا كان الله هو الرب وهو الخالق وهو الرازق فهو الذي يستحق العبادة، فهذا من باب الإلزام. قوله تعالى الذي خلقكم والذين من قبلكم إلى آخر الآية، هذا من باب الإلزام لهم، أنهم ما داموا يعترفون بهذا فإنه يلزمهم أن يعبدوا الله عز وجل وحده ويتركوا عبادة ما سواه. فالآية فيها إثبات توحيد الألوهية وإثبات توحيد الربوبية، وأن المطلوب والمأمور به هو توحيد الألوهية. وفي الآية بيان النهي عن الشرك، أن العبادة لا تصح إلا مع التوحيد، لا تصح مع الشرك، لهذا قال اعبدوا ربكم، وفي آخرها قال فلا تجعلوا لله أندادا. لم يكتفي بقوله اعبدوا ربكم بل قال فلا تجعلوا لله أندادا، فدل على أن العبادة لا تصح إلا مع التوحيد والإخلاص، ولا تصح مع الشرك. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله تثبت التوحيد وتنفي الشرك. لا إله أي لا معبود بحق، لا معبود بحق إلا الله. فلا إله هذه فيها إثبات توحيد الألوهية، لا إله هذه فيها إبطال الشرك، لا إله فيها إبطال الشرك، وإلا الله هذه فيها إثبات توحيد الألوهية. لا إله إلا الله نفي للشرك وإثبات للتوحيد، أولها نفي للشرك وآخرها إثبات للتوحيد. الآية كذلك، الآية التي معنا كذلك فيها النهي عن الشرك في قوله فلا تجعلوا لله أندادا، وفيها إثبات التوحيد في قوله اعبدوا ربكم، فهي جمعت بين النفي والإثبات مثل لا إله إلا الله تماما.
وفي قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، هذا نهي عن الشرك، لأن الأنداد جمع ند وهو الشريك والمثيل، تقول فلان ند لفلان أي شريك له ومثيل له وشبيه له. فالأنداد الشركاء والأشباه والنظائر، الله منزه عن ذلك، منزه عن الشركاء ومنزه عن الأشباه والنظائر، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والشرك أنواع، شرك أكبر يخرج من الملة، وهو أن يصرف شيء من العبادة لغير الله عز وجل، كأن يدعى غير الله، يدعى غير الله، يذبح لغير الله، ينذر لغير الله، هذا شرك أكبر، لأنه عبادة لغير الله سبحانه وتعالى، يخرج من الملة. والنوع الثاني شرك أصغر لا يخرج من الملة، لكنه شرك، نوع من الشرك، يدخل في قوله فلا تجعلوا لله أندادا، فهي تنفي الشرك الأكبر وتنفي الشرك الأصغر. ولهذا فسرها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فلا تجعلوا لله أندادا، لأن ذلك مثل قول لولا الله وفلان، ما شاء الله وشئت، ومثل الحلف بغير الله وحياتك وحياتي، لولا فلان لحصل كذا وكذا، لولا البط في الدار لأتانا اللصوص، هكذا فسرها ابن عباس، أن هذا من اتخاذ الأنداد، وإن كان شركا أصغر فهو من اتخاذ الأنداد، وهذا يسمى بالشرك في الألفاظ. ولو كان الإنسان ما يعتقده في قلبه لكنه شرك في الألفاظ، فلا تقل لولا الله وفلان بالواو، لأن الواو للتشريك، جعلت فلانا شريكا لله، والصواب أن تقول لولا الله ثم فلان، لتجعل فلانا بعد الله وليس معه، لأن ثم للترتيب والتراخي. فإذا قلت لولا الله وفلان هذا شرك، وإذا قلت لولا الله ثم فلان هذا توحيد. ما الفرق؟ أن الواو للتشريك بين المتعاطفين، تقول جاء فلان، جاء زيد وعمر، جاء زيد وعمر، معناه أنهم جاءوا جميعا، اشتركوا في المجيء. فإذا قلت جاء زيد ثم عمر اختلف المعنى، جاء زيد أولا ثم جاء بعده عمر، لم يشترك في المجيء، لم يشترك جميعا في المجيء. هذا مثل لولا الله وفلان، أو لولا الله ثم فلان، فتصحح العبارة لأن تقول ثم فلان ولا تقول وفلان. ما شاء الله وشئت،
هذا غير صحيح، لأنك قرنت مشيئة العبد مع مشيئة الله وسويت بينهما، وهذا شرك. والصواب أن تقول ما شاء الله ثم شاء فلان، فجعلت مشيئة الله سابقة ومشيئة المخلوق تابعة لها، هذا هو التوحيد. قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فجعل مشيئة العبد مترتبة على مشيئة الله وليست مقارنة لها ومشاركة لها. هذا تصحيح الألفاظ. ولما قال رجل للرسول صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا، أي شبيها وشريكا، قل ما شاء الله وحده. الرسول صلى الله عليه وسلم رد على هذا الرجل وأنكر عليه قوله ما شاء الله وشئت، وأمره أن يقول ما شاء الله وحده. هذا هو التوحيد، هذا هو الكمال، ما شاء الله وحده. ويجوز أن يقول ما شاء الله ثم شاء فلان، لكن الأفضل والأكمل أن يقول ما شاء الله وحده، هذا هو الأفضل. ومنه قول الناس: كان الملاح حاذقا، كان الملاح يعني في البحر، كانوا يسيرون في البحر في المراكب، فإذا خرجوا ونجوا قالوا كان الملاح، كانت الريح طيبة وكان الملاح حاذقا، ما قالوا هذا بفضل الله هو الذي نجانا من البحر ومن الغرق، بل أرجعوا هذا إلى المخلوق، قالوا كانت الريح طيبة، الريح التي تحرك السفينة، وكان الملاح وهو قائد السفينة حاذقا، وجعلوا هذا هو السبب في نجاتهم، فأضافوا نجاتهم إلى المخلوق، إلى الريح وإلى حذق الملاح. هذا كفر، كفر بنعمة الله عز وجل، هذا كفر النعمة. لا شك أن الريح سبب وأن حذق الملاح سبب، لكن ما يضاف إليه حصول المقصود، وإنما يضاف إلى الله، حصول المقصود يضاف إلى الله جل وعلا، هذا هو التوحيد. أما أن يضاف حصول المقصود إلى السبب فهذا كفر بالنعمة وشرك بالله عز وجل. فالواجب أن الإنسان يتجنب الألفاظ ولو كانت صغيرة، لأنها من الشرك، والشرك الأصغر أعظم من سائر الذنوب، الشرك الأصغر أعظم من الذنوب. ولهذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: لا نحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بالله توحيد، وإن كان كاذبا فهو أساء من ناحية الكذب، ولكنه أحسن من ناحية التوحيد. وأما الحلف بغير الله وإن كان صادقا، الصدق حسنة، لكن الشرك، حلفوا بغير الله شرك. فسيئة الكذب أخف من سيئة الشرك، هذا معنى كلام ابن مسعود رضي الله عنه وفقه رضي الله عنه: لا نحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره
صادقا، لأن حلفه بالله كاذبا هذه سيئة ذنب، لكن حلفه بغير الله هذا شرك، والذنب أخف من الشرك، الكذب أخف من الشرك. فلا يجوز للإنسان أن يحلف بغير الله. كثير من الناس يحلفون بغير الله الآن، يقول والنبي، وما أكثر هذه الكلمة على ألسنة كثير من الناس، يقولون والنبي والنبي، هذا حلف، يحلفون بالنبي، وهذا شرك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قال عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. يقول والنبي وحياتك، عده ابن عباس من الشرك، من اتخاذ الأنداد، إذا قال وحياتك هذا حلف، عده من الأنداد، فلا تجعلوا لله أندادا، هذا من الشرك. وهذا في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد أشرك. يقول والنبي والأمانة وحياتك، هذا كله حلف بغير الله وهو شرك، بنص الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يحلف فليحلف بالله أو يترك الحلف، أما أنه يحلف بغير الله فهذا شرك، هذا شرك، وهو شرك في الألفاظ، شرك أصغر لكنه أشد من الذنوب. شوف ابن مسعود جعل الحلف بالله كاذبا أحسن من الحلف بغيره صادقا، لأن الشرك أعظم من الكذب، الشرك وهو الحلف بغير الله أعظم من الكذب، مع أن الكذب حرام، كبيرة من كبائر الذنوب. فالشرك وإن كان أصغر فهو قبيح و شديد الإثم، فعلى المسلم أن يجنب لسانه هذه الألفاظ، وأن يعرف التوحيد ويعرف الشرك. قال صلى الله عليه وسلم الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل. هذا الشرك في الألفاظ، تساهلون الناس بهذه الأشياء، تساهل بقولك لولا الله وفلان، ما شاء الله وشئت، تساهلون بالحلف بغير الله، يعتبرون هذه أمور عادية وهي شرك، لأنها تخفى عليهم ولا يتفطنون لها. ومن الشرك الأصغر الرياء، وهو أن الإنسان يزين عمله من أجل أن يمدحه الناس، يزين عمله وصلاته ويتظاهر بالعبادة من أجل أن يمدحه الناس، ويقول هذا رجل صالح، هذا رجل. إذا كان هذا قصده فهذا رياء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما خرج على أصحابه وهم يتذاكرون المسيح الدجال وفتنة المسيح الدجال، قال ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى. قال الرياء، الرياء أخوف ما أخاف عليكم، الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال الرياء، يقوم الرجل فيصلي ويزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه،
هذا يبطل العمل. إذا من صلى يرائي بطل عمله، بطلت صلاته. من تصدق يرائي بطلت صدقته، لأنه لا يقصد وجه الله، إنما يقصد الناس أن يمدحوه، أن يثنوا عليه. فيجب على المسلم أن يخلص عمله لله ويتجنب الرياء. الرياء لما يرى من الأعمال، والسمعة لما يسمع من الأقوال، كان يحسن قراءته للقرآن، حسن صوته بالقرآن من أجل أن يمدحه الناس، هذا سمعة، هذا من السمعة. فهي الواجب أن الإنسان يخلص نيته لله ويخلص قصده لله، ولكن هذا عزيز لا يتفطن له إلا الموفق العالم بهذه الأشياء، أما الجاهل فيقع فيها، وأما الغافل يقع فيها. فلا بد أن الإنسان يتفقد نفسه، يجنب نفسه من هذه الأشياء، وإن كانت في نظر الناس خفيفة إلا أنها خطيرة، لأن الشرك الأصغر الأكبر، ولو لم يوصل فهو خطير في نفسه. فالواجب على المسلم أن يتجنب هذا. وابن عباس فسر قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، فسره بالشرك الأصغر بمثل هذه الألفاظ التي يتساهل بها الناس، وهذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. إذا كانت هذه الألفاظ وأمثالها من اتخاذ الأنداد لله عز وجل، فكيف بالذي يدعو غير الله؟ كيف بالذي يذبح لغير الله؟ كيف بالذي ينذر لغير الله؟ كيف بالذي يعتكف عند القبور رجاء بركتها ونفعها؟ هذا أشد، وهذا أعظم اتخاذ الأنداد لله عز وجل. والآية شاملة للشرك الأصغر والشرك الأكبر. لا تجعلوا لله أندادا، هذا عام، عام للشرك الأكبر والشرك الأصغر. فيجب على المسلم أن يعرف ما هو الشرك حتى يتجنبه. ما يكفي أنه يعرف التوحيد فقط، بل لا بد أن يعرف أيضا ضد التوحيد، وهو الشرك، من أجل أن يتجنبه ولا يقع فيه. والشاعر يقول عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه. فيتعلم الإنسان هذه الأمور الشركية، سواء كانت شركا أكبر أو شركا أصغر، تعلمها من أجل أن يتجنبها. والله جل وعلا أمر بالعبادة ثم نهى عن الشرك، لأن العبادة لا تصح مع الشرك، مهما كلف الإنسان نفسه بالعبادة، بالصلاة، بالصيام، بجميع أنواع العبادة، إذا كان عنده شرك فإن عبادته لا تنفعه، حتى يخلص العبادة لله عز وجل ويتجنب الشرك. فالأمر يحتاج إلى تنبه. هذه الآية هي في معنى لا إله إلا الله، لأنها جمعت بين الأمر بعبادة الله والنهي عن الشرك، ولا إله إلا الله كذلك هي نفي للشرك وإثبات للتوحيد. هذا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للفقه في دينه، لا سيما الفقه في العقيدة التي هي الأصل، هذا أولى من الفقه في مسائل الاستنباط والمعاملات. والفقه في العقيدة هو أهم شيء، أنك تعرف العقيدة على الوجه الصحيح، وتعرف ما يخل بها وما يضادها، ولا يكون هذا إلا بدراسة كتب العقائد التي هي على منهج السلف الصالح،
العقائد المأخوذة من الكتاب والسنة، وليست العقائد المأخوذة من علم المنطق أو علم الكلام أو علم الجدل، لا، العقائد المأخوذة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه هي العقائد الصحيحة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه سميع مجيب. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، فبارك الله فيكم وجزاكم الله عن المسلمين خيرا. يقول السائل: ما الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، وكيف نتجنبهما، وخاصة الشرك الأصغر؟ الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر واضح. الشرك الأكبر يخرج من الملة ويجعل صاحبه كافرا، وأما الشرك الأصغر فلا يخرج من الملة، لكنه يجعل صاحبه مذنبا وفاعلا لكبيرة من كبائر الذنوب يجب عليه التوبة منها. نعم. يقول السائل: وهل الشرك الأصغر في الإثم بمثابة الكبائر أم دونه؟ الشرك الأصغر أشد من الكبائر، أشد من الكذب، وأشد من أكل الربا، وأشد من الكبائر، لأنه شرك، والشرك هو أكبر الذنوب حتى ولو كان أصغر. يجب على الإنسان يتجنب الشرك بجميع أنواعه. نعم. يقول السائل: هل يقال توكلت على الله ثم عليك، وما هو الفرق بين التوكل والاعتماد؟ لا يقال توكلت على الله ثم عليك، توكل عبادة ولا يكون إلا لله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مسلمين، فتوكلوا إن كنتم مسلمين. فالتوكل عبادة لا تكون للمخلوق، فلا تقول توكلت على الله ثم عليك، ولكن قل وكلتك أو فوضتك. الوكالة جائزة والتوكيل جائز، هذا يسمى توكيلا ولا يسمى توكلا. توكل يكون على الله بمعنى أن تفوض إلى الله حصول المقصود، أما الوكيل هذا نائب عنك لكنه لا يضمن لك حصول المقصود. الوكيل ما يضمن لك حصول المقصود، المقصود إنما هو بيد الله سبحانه وتعالى. فلا تقل توكلت على الله ثم عليك، ولكن قل وكلتك، عمدتك، أنبتك عني، وما أشبه ذلك. نعم. يقول السائل: أنا أسكن في بلد عربي، وبالقرب مني مسجد إمامه ساحر مشعوذ، فهل أصلي في هذا المسجد مع العلم أن هذا المسجد الأقرب لبيتي؟ ما تصلي وراء الساحر والمشعوذ والكاهن، لأن هذا فاسد العقيدة ولا تصح صلاته ولا صلاة من خلفه. اشترط في الإمام أن يكون موحدا، أن يكون على التوحيد والعقيدة الصحيحة، أما إذا كانت عقيدته فاسدة يستعمل السحر، يدعو غير الله، يستغيث بغير الله، فهذا يذبح لغير الله، فهذا لا تصح صلاته ولا تصح صلاة من خلفه حتى يتوب إلى الله عز وجل، فلا تصلي خلفه. التمس إماما على التوحيد على العقيدة الصحيحة. نعم. يقول السائل: ما حكم الصلاة في المساجد التي بها ضريح أو مقام لأحد الأموات، سواء كان القبر داخل المسجد
أو في الخارج جزاكم الله خيرا. لا تجوز الصلاة في المساجد المبنية على القبور التي تسمى بالأضرحة، لا تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فقال لا تتخذوا القبور مساجد، يعني لا تصلوا عندها. وفي حديث لا تصلوا إلى القبور، فلا يجوز الصلاة عند القبر لأنها وسيلة إلى الشرك، والنهي يقتضي الفساد، فأنت صليت صلاة منهيا عنها، وما دامت منهيا عنها فهي غير صحيحة. نعم. يقول السائل: شخص أدى العمرة وتحلل من إحرامه ونسي أن يحلق رأسه، ثم ذكر بعد ذلك فحلق رأسه بعد تحلله، فماذا عليه؟ إذا حلق رأسه بنية النسك فقد أدى ما عليه وكمل العمرة، لكن يجب عليه قبل أن يحلق أن يخلع ملابس المخيطة ويعيد ملابس الإحرام، لأنه ما زال محرما، ولبسه للمخيط غلط غير صحيح. فإذا تدارك هذا وخلع المخيط وأعاد ملابس الإحرام ثم حلق رأسه أو قصر، فإنه أدى ما عليه وكملت عمرته. نعم. يقول السائل: إذا جلس الإنسان بعد صلاة الفجر ينتظر الشروق، الأفضل أن يغير مكانه أو نفس المكان الذي صلى فيه؟ ومتى يصلى الركعتين؟ وهل صحيح يستغفرون له الملائكة؟ يجلس في مكانه كما في الحديث، يجلس في مكانه الذي صلى فيه صلاة الفجر، يذكر الله عز وجل إلى أن ترتفع الشمس، ثم يصلي ركعتين. هذا عن عمرة تامة تامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو المطلوب، أنه يبقى في مكانه، وأنه يذكر الله عز وجل، وأنه يختم ذلك بصلاة ركعتين بعد ارتفاع الشمس حتى يحصل على هذا الأجر. نعم. يقول السائل: ما نصيحة الشباب الذين ديدنهم الخلافات بين العلماء ويتبعون زلاتهم؟ فما نصيحتكم لهؤلاء؟ هذا من الفتنة. الواجب على الناس وعلى الشباب خصوصا الثقة بالعلماء، الثقة بالعلماء والتعلم على أيديهم والجلوس في حلقاتهم وأخذ العلم عنهم، هذا دسيسة من الأعداء ليفصلوا بين العلماء وبين الشباب، هذه دسيسة من المنافقين والمغرضين، من أجل أن يفصلوا شباب الأمة عن علماء الأمة. والواجب أن يكون الشباب محبين لأهل العلم، مقتدين بهم، يتعلمون منهم ويسألونهم، هذا هو الواجب. نعم. يقول السائل: نامت أم وبجوارها ولدها الرضيع وبجانبه الآخر عمته، فلما استيقظتا وجدت الطفل قد مات من أثر نوم إحداهما عليه، ولم يعرفا من هي، فماذا عليهما؟ إذا كان موت الطفل بسبب نوم امرأة عليه، فالتي نامت عليه كن عليها الكفارة، لأن هذا من باب قتل الخطأ تجب به الكفارة، وهي عتق رقبة إذا أمكن، فإن لم يمكن فإنها تصوم شهرين متتابعين، وهما يعرفان من هي التي نامت عليه، يتحريان بذلك ويعرفان من هي التي نامت عليه. نعم. وإن كان حصل موته بهما جميعا، كلهم يعني اجتمعوا عليه ومات وهما نائمتان، انقلبتا على الطفل ومات بسبب ذلك،
الكفارة عليهما جميعا، كل واحدة عليها كفارة، وإن كان الذي انقلب عليه امرأة واحدة الكفارة عليها وحدها. نعم. يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يهب لزوجته جزء من ماله في حياته، وهل هذا الجزء محدد بنسبة معينة؟ هل يجوز للرجل أن يهب لزوجته جزء من ماله في حياته، وهل هذا الجزء المحدد بنسبة معينة؟ نعم، يجوز للزوج أن يهب لزوجته شيئا من المال، لا مانع من ذلك، إنما الممنوع أن يعطي بعض أولاده دون الآخرين. الواجب أنه إذا أراد يعطي أولاده أن يسوي بينهم ولا يعطي بعضهم ويحرم البعض الآخر. أما الزوجة لا بأس أنه يعطيها من ماله ما شاء دون تحديد، يعطيها قليل أو كثير دون تحديد. نعم. يقول السائل: رجل قتل رجلا خطأ وقام التأمين بدفع التعويض لأهل الميت، علما أن الميت ليس مسلما، ولكن قوم بيننا وبينهم ميثاق، فهل عليه صيام؟ نعم، إذا كان بيننا وبينهم ميثاق عليه الصيام، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله، وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. هذا في القرآن واضح إن عليه كفارة وعليه الدية أيضا، لكن الدية ليست عليه هو، ليست على القاتل خطأ. القاتل خطأ ليست الدية عليه، وإنما هي على عاقلته، على العاقلة، يعني عصبة الشخص هم اللي يتحملونه. نعم. يقول السائل: نرى بعض المصلين يسلم على البعض ويقولون تقبل الله، فهل هذا الفعل صحيح؟ هذا من العادات، لا أصل له في الشرع، هو من عادات الناس. نعم. رجل تسحر وأكل بعد الأذان الثاني وهو لا يعلم، هل هو الأذان الأول أم الثاني، فماذا عليه؟ إذا تبين أنه الأذان الثاني فعليه أنه يقضي هذا اليوم، إذا تبين أنه أكل بعد ما طلع الفجر فإنه يقضي هذا اليوم، أما إذا لم يتبين فالأصل بقاء الليل، الأصل بقاء الليل، ليس عليه قضاء، إلا إذا علم أنه أكل بعد طلوع الفجر يقضي هذا اليوم. نعم. يقول السائل: كيف بمن يصلي بالناس صلاة التراويح ثم في آخر الشهر يجمعون له تبرعات ويعطوها له، وهذه الظاهرة فشت في بلدنا في جميع المساجد، ما حكم هذه الأموال التي تعطى لهم؟ إن كان يشترط عليهم، يقول: ما أصلي بكم إلا شرط أنكم تجمعون لكذا وكذا من المال، هذا لا يجوز، لأن الصلاة عبادة فلا يؤخذ عليها أجرة. أما إذا كان ما شرط عليهم لكن هم من تقديرهم له ومساعدتهم له تبرعوا له بهذا الشيء، فلا مانع أنه يأخذ، وكونه لا يأخذ أحسن، لكن إذا أخذ وهو ما شرط عليهم فلا بأس. أما الذي يشترط يقول: ما أصلي بكم إلا بكذا، هذا لا تصح الصلاة خلفه. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل يقول: أصلي بكم شهر رمضان بكذا وكذا، قال: ومن يصلي خلف هذا؟ من باب الاستنكار. نعم. يقول السائل: أنا شاب أريد طلب العلم، فكيف أبدأ، وما هي الكتب التي تنصحني بقراءتها؟ أنا قلت لكم عدة مرات، ما هو بالكلام على الكتب، الكتب ميسورة ولله الحمد موجودة، لكن الكلام على المدرس الكفء الذي يستطيع أنه يوضح لك هذه الكتب، يشرحها لك، فأنت اختر المدرس أولا
وإذا اخترت مدرسا ووفقت لمدرس فاهم فمسألة الكتب أمرها سهل ميسرة، والمدرس هو الذي يوجهك إلى الكتب التي يشرحها لك. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله، أنا أمر بضائقة فادعوا الله أن يفرج عني وجزاكم الله خيرا. كثير من الإخوان يطلب الدعاء من الناس إنهم يدعون له، الواجب إنه هو يدعو، الواجب إنه هو يدعو لنفسه، لا سيما إذا كان مضطرا الله يجيب دعوة المضطر، الواجب إنه هو يدعو لنفسه ولا يقتصر على دعاء الناس. الدعاء طيب، إنك تدعو لأخيك هذا طيب ولا مانع، يباح أنك تطلب من غيرك أنه يدعو لك، لكن لا تنسى أنك أنت أولى أن تدعو لنفسك. فنحن ندعو أن الله يفرج هم المهمومين، ومنهم هذا السائل أن الله يفرج عنه كربته، ولكن نقول لا تعتمدون على دعاء الناس، أنتم ادعوا الله عز وجل أولا قبل كل شيء، والله قريب مجيب. نعم. يقول السائل: رجل نوى الاعتكاف ولم يعتكف ويريد أن يعتكف باقي الأيام، هل عليه شيء؟ طيب، إذا اعتكف باقي الأيام فهذا طيب، الاعتكاف ولو يوم ولو بعض يوم لا حد لأقله ولا لأكثره، يعتكف ما تيسر له وما يستطيع. نعم. رجل أدى العمرة لنفسه وهو موجود الآن في مكة، يريد أن يعتمر لوالدته المتوفية، من أين يحرم؟ المتوفاة ما هي المتوفية. نعم. من أين يحرم؟ يحرم من التنعيم، يحرم من التنعيم أو من الجعرانة، يحرم من الحل. نعم. يقول السائل: المجازر التي في بلادنا يوجد فيها من لا يصلي ومن يسب الدين، فما حكم اللحوم التي تخرج منها؟ إذا علمت أن هذه الذبيحة إنها من ذبح رجل لا يصلي فلا تأكل منها، أو من ذبح رجل يسب الدين فلا تأكل منها لأنها حرام، ذبيحة كافر لا تحل. أما إذا لم تعلم، وأغلب اللي يذبحون مسلمون ومستقيمون، فالأصل الحل. نعم. يقول السائل: ما حكم من قص أظافره بعد الطواف وقبل انتهاء العمرة؟ إن كان متعمدا فعليه الفدية، عليه الفدية، وهي صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة في مكة، يخير بين هذه الأمور 3: إما ذبح شاة في مكة وزعها على الفقراء، أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع في مكة من فقراء الحرم، أو يصوم 3 أيام في أي مكان. نعم. هذا إذا كان متعمدا لقص أظفاره وهو محرم، أما إذا كان جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه. نعم. يقول: أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجرة، وحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثمن الحجام خبيث. كسب الحجام خبيث. نعم، الحجامة مباحة وكسبها حلال، لكنه خبيث بمعنى أنه ردي، أنه ردي، لأنه نتيجة لمص الدم، فهو ردي من النوع الردي من الكسب، ليس من النوع الجيد، فالخبيث يطلق ويراد به الردي، كما قال تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي الردي من الطعام، ما هو الخبيث الحرام، لا، الردي من الطعام. وقال صلى الله عليه وسلم في البصل: هذه الشجرة الخبيثة، يعني الرائحة، رائحتها مكروهة، وإلا البصل حلال،
ما هو محرم، لكن رائحته مكروهة، فهو خبيث بمعنى أنه ردي، فيطلق الخبيث على الشيء الردي وإن كان مباحا. ومنه كسب الحجام، هو مباح، ودفع الرسول صلى الله عليه وسلم للحجام ومباح، لكنه نوع من الحرف، من الحرف الرديئة المهينة. نعم. يقول السائل: سعيت أنا ووالدي ووالدتي بين الصفا والمروة، ولكن والدتي لا تستطيع السير لمسافات طويلة بصفة متكررة أو مستمرة، لذلك كنا نجلس في بعض الأشواط لتستريح لثواني قليلة ثم نكمل السعي من حيث توقفنا للراحة. لا بأس بهذا، ولو أنك حملتها على عربة كان أحسن، ولكن يجوز أنها تجلس وتأخذ راحتها، تجلس معها لأنها ما تستطيع تمشي إلا معك، فلا بأس بذلك، هذا لا يضر. نعم. يقول السائل: إذا كان الشخص عاهد الله أن لا يفعل أمرا ما ثم فعله، فماذا عليه؟ عليه كفارة يمين. إذا عاهد الله أنه ما يفعل شيء ثم فعله متعمدا، يكون عليه كفارة يمين، لأنه حنيف في يمينه، خالفها، يكون عليه كفارة يمين، كما قال الله جل وعلا: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أي كسوة 10 مساكين لكل مسكين ثوب، أو تحرير رقبة، يعني اعتاق عبد، هذه مخير بينها الثلاث. فمن لم يجد، لم يقدر لا على الإطعام ولا على الكسوة ولا على العتق، فإنه يصوم 3، من لم يجد فصيام 3 أيام. نعم. يقول السائل: فيه واقعة في بلدنا، رجل فيه صلاح وخير تخاصم مع رجل سكير، إذ رمى الثاني وهو السكير الأول وقذفه في عرضه وهو براء من ذلك، مما دفع الرجل الصالح إلى قتل السكير، فيسأل أهل بلده هل يجوز لهم اتخاذ محامي، مع العلم أن الدستور المحكم في هذا البلاد قانون وضعي. المحكم مع العلم، مع العلم أن الدستور المحكم في هذا البلد قانون وضعي. المهم قتل الرجل، إذا كان الرجل مسلم معصوم الدم، مسلم أو معاهد، كافر معاهد، فهذا القتل يعتبر عمدا، يعتبر قتل عمد، يجب فيما يجب في العمد، وهو القصاص أو العفو من أولياء القتيل، هم بالخيار، إن شاءوا اقتصوا وإن شاءوا عفوا، إما على الدية أو مجانا، هذا راجع إلى أولياء الدم. نعم. يقول السائل: علمت من فضيلتكم أن الزيارة التي تقام في مكة مثل جبل طور أو جبل نور أو غيرها غير مشروعة، فإذا كانت النية للاستطلاع فقط فهذا العمل جائز أم لا؟ إذا كانت النية للاستطلاع فقط فلا بأس بذلك، لكن لا ينبغي، ولو كان للاستطلاع ما ينبغي، لأن الناس الآن يزورونها للتبرك بها، فإذا زارها هو بقصد الاستطلاع صار قدوة لغيره، يظنون أنه زارها لمقصد التبرك أو فينبغي أنه ما يروح لها ما دامت أنها تزار للتبرك أو للتعبد، فلا ينبغي له أنه يروح لها ولو كان يقصد الاستطلاع، لئلا يظن أنه راح لها ويقولون الناس زارها فلان، لو فيها شيء ما تركها فلان، يقتدون به في هذا، ينبغي تجنبه، ولا فيه شيء للاستطلاع، جبل وفيه كهف، هذا وش الاستطلاع، وش تطلع عليه، مثل الجبال الأخرى، جبل فيه غار، أنت ما شفت الجبل اللي فيه غار، هو مثله، ما هنا شيء. نعم. يقول السائل: هل الأفضل أن أدعو لوالدي أم أتصدق عنهم؟
كلاهما طيب، لكن الصدقة ربما تكون أفضل لأن فيها نفع للآخرين، فيها نفع متعدي. فالصدقة تكون على المحتاجين تكون أفضل من الدعاء لأنها تنفع الناس وتنفع الآخرين، أما الدعاء فيقتصر ثوابه على المدعو له فقط. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.